صعب كنزلك انا عرفتي اش الزليه الحوت هذاك القل دير في الطاجين نعاودش لك الطياب ديالك حتى الحوت كواري زوين حتى الحوت كواري زوين الحليبه ها ماشي بغلط التقنيه هي زوينه تكون بالحامض مصير والزيتون الزيتون حمار وضروري مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم على قناتكم فطور مع ولاد الشعب اليوم معنا كوبل الاخ عصام والاخت بشرى صباح شهور هما كيعيشوا في الزنقه محتامين الحمد لله بيت الله وجينا الله يعمر هذا الهامه يعني قبل ما يقدم بخمسه ديال الدقائق هبطوا لهم البلاطو ديالهم الله يجازيهم بخير الاخ يوسف والاخ الاخ يوسف ودريس الله يجازيهم بخير هما البلاطو سبقوهم هما الاولين على راسهم القصه ديال عصام وبشرى كانت بدويرتهم كاريه بيت على قد الحال عايشين هي كدير كمساعده في البيوت وهو داير فراشه كيبيع ويشري جات ازمه كورونا ضاق بهم الحال ما بقاتش الخدمه يعني في بدايات كورونا صافي خرجوا ما بقاوش باش يخلصوا الكره وهما عايشين في هاد البلاصه الدرب كله كيعرفهم سبع شهور وهما هنايا حلم ديالهم واحد وكيف قال الاخ ديس الاخ يوسف ما كرهوش شي محسن يكري لهم غير بيت يكري لهم على ما ينوضوا بحالهم عفوا وترجع الاوضاع كما كانت واليوم غنسمعوا قصتهم تقبل الله الصيام سمحوا لينا زحمناكم وقبلوا على داكشي بسيط الحمد لله المهم غير نشاركوا ونوصلوا النداء ديالكم الناس ونعرفوا ان راه كاينه واحد الفئه راه كتعيش في الزنقه راه ماشي غير عصام وبشرى بزاف كيعيشوا في الزنقه ها هو عصام وبشرى الشتا فيهم والصهد فيهم والبرد فيهم والحمد لله الابتسامه وها هو عشات هو هذا هو السحور السلام عليكم شكون يبدا بالهضره مرضى راه قال لي ديما حنايا ما قلتيش تكحزي عليا كحزن تقبل الله الصيام اللهم امين الحمد لله يعني هاد الابتسامه اللي فيكم اللهم الحمد لله اللي كنشوفوها على الوجه ديالكم انت قلتي لي راه الفلوس ماشي كلشي الفلوس ماشي كلشي اختي سعاد ولكن القناعه اهم شيء وكاين اهم القناعه هي الكرامه ديال الانسان حنا تنطالبوا الناس ولا اي واحد يشوفنا ولا يسمع فينا كيف ما بغى يكون يا صغير شان يا كبير شان يعطينا المساعده ماشي حتى يعطينا الفلوس نعم الله يجعل بركه ابتسامي ابتسمينا في وجهه نعم كلمه طيبه لها صدقه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلمه طيبه صدقه وحنا تنتمنى وما كرهناش حنا نكونوا عندنا واحد البويت عايشين فيه على قد الحال ما عندناش باغيش حنا شي فخامه ولا شي حاجه ديال الملوكيه ولا شي حاجه ديال ما عرفت شنو هو شي حاجه على قد الحال الله يجعل البركه حنا بغينا عندنا موحدين بويس بويب ديالنا نسدو علينا الله يجعل البركه الحمد لله ونشكره غير اللي عاوننا غير ديك الدفعه الاولى والمتبقي على الله سبحانه وتعالى واخا شنو هي الظروف اللي خلاتكم تعيشوا في الزنقه دابا شحال من كيلو دونك المده وحنا في الزنقه شي 7 شهور اختي هاد البلايص اه شي 7 شهور حنا في هاد البلاصه هادي وانا اختي سعاد باش غادي نقول لك بوضوح وبصراحه الاخت بشرى الزلمه مدام الاخت بشرى نساكم شي مره واخا حنا في المأساة وما كان فيها باش نضحكوا شويه قال لي اختي امي برافو بنتي ومراتي وتنبوس راسها الله ولا خاطر جات من دارهم علاقه بليا اختي سعاد ياك اقسم لك بالله العين العادي
بغاتك امنت بيك. هي كانت تسكن في واحد الديور هنا سميتهم زنقه الودايه ديال البوليس، وانا كنت نعصى في الزنقه ديال الشباب، وكانت تجي عندي مع البشر اقسم لك بالله العظيم ما كنت سمعت كذا هادشي، وكانت تجي عندي مع البشر وخشات من دار المعلقه بلي ضحات معايا، وكنت انا ضحيت معاها وضحينا مع بعضياتنا. يعني بغيتوا بعضياتكم، كانت الظروف ما كتسمحش. هي عشنا الحب وعشنا الحنين والحب وحنا في هاد لاج، اللهم لك الحمد والشكر والحمد لله. يلا تزوجتوا شحال عام؟ عام وسبع شهور ديال الزواج. اللهم لك الحمد. بغيتي يعني انا اختاريت الانسان وبعت من الماديات، انا اختاريت الانسان يعني سمحت في كل شيء، في الدار في الفراش، في يعني عندي مبدا. واش عائلتك كان رفضاته كمتشرد وكما خدامش وك، ولكن لا انا اختاريت الانسان. خليت كل شيء واختاريت الانسان. اختاريت الانسان. شنو لقيتي فيه؟ لقيت فيه الرجوله، الشهامه، المروءه، طيبوبه، الحنان، طيبوبه، الايمان. هذه الصراحه وهذا هو الواقع. ودابا داركم ما كيسولوش فيك؟ لا الواقع هو هذا. ما كيسولوش فيك؟ لا كيامنوا بشي حاجه سميتها الماديات كمجتمع مغربي للاسف. ما عمرهم هزوا التليفون مؤخرا شي شهر ونص خوها استاذ في الفيزياء بلا ما نذكروا الاسم. ما نذكروش الاسم، تيقرا في بريطانيا وتيقرا في الامارات العربيه المتحده، يعني غني الله من فضله. ومعيط لينا في التليفون وجاي وبروتوكول والنخوه الخاويه حقه، وانا غنشد الطياره وغادي نجي مع 12 غتلقاني في المغرب. في الاخر ملي جاي ما عقل علينا بوالو، قال لي الا بغيتي راجل نشريو لك راجل. قالت لي انا ما بغيتش راجل، انا بغيت راجل، بغيت انسان، بغيت انسان. على ما كمليها اللي اختاريت انا، وهذا الشيء معاناه كنعانيوها في المغرب. ومن تما خوك ما بقى سول فيك؟ صافي صيفط مع خو الاخر عطاه 1500 درهم اختي سعاد. ها هي الورقه، انا باقي عندي الورقه يمكن ديال لوطيل اكس اسميت لوطيل، ماشي مشكل، اكسسيريوز في المدينه، وكونسي قطع ليها في ريزيرف على فلوطيل المده ديال شحال، 10 ايام 30000 ريال. من تما صافي ما شفناه ما شافوه، هو يقول لي ملي بغى يغادر المكان ديال لوطيل هما جا من الخميسات، هما ولاد الخميسات، ويقول لي وا عصام وترجل معانا. قلت لي كلمه الرجوله عندنا هنا في كازا راعي تقول لي ترجل معانا، مي جيت نشوف هو اللي ما ترجلش معانا. نعم يعني انت خصك سامحتي فيها، سمحوا فيها. قالوا فريد انا شي ولد حرام ولا شي حوتاله ولا شي منحط ولا شي استغلالي ولا شي، كيفاش هاد الاخت هادي سامحتو فيها بهذا السول؟ والحمد لله هي اللهم لك الحمد. دابا كي كتلقاي المهم الحياه ماشي سهله، انكم عايشين في الزنقه ماشي سهل، انك ضحيتي بالاسره ماشي سهله. صعيب هادشي كله على قبل بغيتي. يعني فيه بزاف ديال الحوايج، يعني المرأة الشهومة، الايمان، الحنان. واخا قدامه ما جاش واحد الوحده وندمتي؟ لا ما ندمتش، حيت انا اختاريت الاختيار الصحيح والواقع هو هذا. ما ندمتش. الله يخليكم لبعض. امين يا رب، بارك الله فيك. لا لا ما كاين هذا، ما ما شاء الله ما يكون هذا، وان شاء الله مازال الاوضاع تحسن. الرقم مشاهدينا ديال الاخ عصام وبشاره كاين في التعليق، وحق قبل ما ندوزوا الظروف ديالكم الاخرى يعني معاناه اخرى مع العمل، الرقم ديالك قولي الرقم. 0698 38 82. عاودي 0698 38 74 82. هذا هو الرقم ديال اخ عصام وبشرى اللي تحداو، الاسره تحداو بزاف. عصام كان كيعيش حاله التشرد، بشرى كانت بالعائله ديالها امنت به، اختارته، بغاته، الحب تغلب كيف كنقولوا على بزاف، وهي معاه. كنتو بدويرتكم كنتو كريم بوي وجدت القطاع العمل هو فين كنتو كريم؟ كنا كاين في البنوسي في المعاكيس. نعم. وقعت شي ظروف ماديه قبل ما تجي كورونا بالضبط. نعم. وقعت شي ظروف ماديه وخرج الملكه تحكم علينا بافراغ، ومني جات كورونا شويه توعسات الامور والظروف الماديه والعمل والظروف مزريه صافي، وخرجنا خرجت للزنقه. ياك اول مكان هو هذا. اول مكان هو هذا، يعني من داركم اللي كنتو كاريين خرجتوا لهنايا ومن هنا للضحى. لا لا خرجنا لبلاصه اخرى لاقامه الشباب. الشباب تما فين تعرفات عليا بوش قبل، وكيدوي لك على قبل. لا ما كنهضرش على حالي، على حالتك ملي كنتي بوحدك. لا من بعد حاليا حاليا للضحى. هذه هي بلاصتنا، يعني من بعد الزواج مباشره للضحى. ياك
كاين ما نقولش لك ما كاينش الترفيس، ما نقولش لك ما كاينش حسن في القسم يعني هنا بغينا نكذبوا على راسنا كاين ضروري كاين الترفيس كاين اكراهات هذا خايب هذا زوين هذا ضروري ما عرفتش كيفاش غنقول لك واخا الناس ديال الطوحه انا العمر هذا بصراحه اللي عاملك مزيان هذا اللي عاملك بالانحطاط والسخريه هذا اللي عامل اللهم لك الحمد كاين الحقره ملي كنشوفوا شي واحد عايش لا الحقره اللي كاينه هي باش كتجي السلطات كتقول لك حيدي من هنا وهي ما عطيكش حل بديل كيفاش كتجي السلطه كتقول لك حيدي من هنا فين غنمشي لا حيد شي ماوى فين تمشي ما كاينش كتجي كيقول لك لا حيد من هنا كيفاش كتجي تخمن ليا نسيت من الليل مثلا باقي بصحتو غيمشي تيطمن الليل ومش هذا هو الهضره هذه ما عمرنا ما سمعناها من عند رئيس قطاع اللي هو القيد الله يعمر لي يداه واحد القيد جامعة المقدمية الله يعمر لي يداه تنسمعوا من عند شي مقدمية نعم الله يهديهم نعم. الله يهدي جميع وانتم ما لقيتوش فين تمشيو اختاريتوا هذا المكان جامعكم قلنا بعدا مسويكم مستقبل فيه الامان كاين فيه الامان كاين فيه الامان حيت حدا بيت الله يعني غنمشيو شي بلاصه اخرى وغادي نعسوا فيها خاصة لان عساس يبقى انا نفيق عساس عليها لانها لاننا في الزنقة قانون الغاب نعم الزنقة شوف الزنقة واعرة راه الراجل بوحدو وما قادرش على الزنقة عاد كتكون معاه امرأة شي حاجة صعيبة يقدر شي واحد يبغي يتعدى اختاريتو مكان زوين الجيران الحمد لله الله يعمر ليها الناس السكان ديال الطوحة الله يعمرها تجيبوا لنا الحوايج تجيبوا لنا الماكلة تجيبوا لنا هاد المنطقة جبنا ياك جبنا واحد الأخ هنايا جبنا واحد الأخ البارح نيت هاد المنطقة يجيبوا لنا اللي قسم الله في الفطر ولا في رمضان والله لك الحمد وحنا متعايشين معاهم ولا تشهيتي شي حاجه فين كطيبيها دابا انت حنا كنعيش معاكم على اساس هذا انا نشرح لك منين مشينا شي حاجه نطيبوها شرينا مجمر وفاخر وكنطيبوها قزانه شنو هي قزانه تنسيو كي تنسيو تاتي ودي العشاء ويصلوا الناس العشاء باش ما نبقاش بنادم غادي يجي عاش نشعلوا لك الفوي خرات ويتنقى لي الخضره وانا نطيب لك ولدي انا اللي كنطيب انا ايش نطيب هو الشاف موحى سمي عليه الشاف هو عزيز عليه يطيب هو عزيز عليه يطيب هو عزيز عليه يطيب غدا كي دايره بنينه لا بنينه ياه غدا تقوي الملحه عزيز عليا الحامل ايوا صافي انت كتقلب على البنه راه قالك لي جاتو الماكله باسله شويه كيعصر عليها شويه الحامل كتبنان هو كتبنان هذا العشاء ديالكم يا هذا العشاء ديالنا الحمد لله ماشي هو دائما هذا هو العشاء ديالنا غير اليوم اللي كيكون ما عندناش ما عندناش وفي نفس الوقت ماشي غير ما عندناش لا وفي نفس الوقت كميه قليله كميه قليله هذا هو المصطلح الصحيح غير كمية قليلة ما كانش عندنا فلوس بزيد باش ناخذوا كمية أكثر ما الشاي حنا تشاهيناه ماشي ما عندناش ولا كذا حنا تشاهينا الله يجعل البركة غير هي الكمية قليلة والحمد لله راه كافياكم بجوج على خاطر هذاك الشيء في الجيب ديالكم لا هذا يلاه تصوت فيه بوحدها الله تاكلوا بوحدها وراه بعد المجع باش لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله يعني كنا لك الحمد لله كاين حب بيناتكم كاين سعادة زعما الفقر ما كيقتلش السعادة ما كيقتلش الحب ما كيقتلش شي حويجات وملي تسلم ما تيقتل حتى شي حاجة نهائيا عشنا ولي تقتل الحب وتقتل هو الطمع لكن الحب مبني على الطمع نعم هذا باش يموت الحب مو الحب ما عمره ما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان حبيب النساء وحبيب الأصدقاء وحبيب وكان كيقول لكم إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ولكن هذه آية اندثرت وما بقاش الحديث لم تنعزهم فتنة في الأرض وفساد يعني أنت الحمد لله عايشين سعادة كنشوف في عينيكم حب في عينيكم سعادة فرحة بالله العلي العظيم نتناقضوا شوية ونتجاروا شوية ونتعافروا وكذا وواحد الراديو راه ديما كان سهلية قالها لي الأخ دريس جاركم قال لي ولكن باش يعجبوك راه ما يفرطوش في بعضياتهم لا ما نفرطوش في بعضياتهم راه ما يفرطوش في بعضياتهم وخا نتخاصموا تنتخاصموا حنا ماشي نقول لك حنا ملائكة ولا هادي تنتخاصموا نتناقضوا كان تنهز لها بهبالة انا ماشي بوندوري تنقول لها لك ماشي بوندوري تقول قلت لي ما عاتني نسك تنحولي تنحشم راه كيهز لك من بالي عاتني نسك من بالي واش انا كنهز من بالي واش تهز لي من بالي ضروري تدي لي لي كوش شوف انت مشاهدينا باش كنعرفوا يعني السعاده ماشي بالمال ماشي بكا جمعهم الحب باقي ان شاء الله فرحانين عام وسبع شهور ديال الزنقه كانت واحد السنه عايشين ويرا كارينها سبع شهور عايشين في الشارع الرقم ديالهم في التعليق هما ما بغاو حتى شي حاجه ما كرهناش شي محسن يكري ليهم غير شي بيت
ويخلص لهم شي شهوره على ما يوقفوا على دار على رجليهم. حنا غنشوفوا دابا كيفاش كانت الخدمه ديالهم، كيفاش كان العمل ديالهم، وكيفاش تصبحوا دابا ما خداميش. عصام فين كنت العمل ديالك؟ العمل ديالي انا تنبيع شي، كانت عندي كلوصه تاع العصير، طابله ديال العصير في الزنقه، وكان وقع لي واحد المشكل الاخت وتعتقلت، تخاصمت انا واحد ديري وتعتقلت، هما اللي خرجت لقيتهم استافدوا في اسواق النموذجيه. اه وانت مشات لك البلاصه؟ وانا مشات لي البلاصه وما استافدت ما والو. وليت ندير مقراج ديال القهوه وتنبيع القهوه ديال درهم كاس بدرهم. اه وشحال بنينة ديك القهوه؟ هذيك ولكن كنت نصرعها بنينة. وملي بدات كورونا، غير بدات كورونا وبدات المحاربات، قال لك بعدنا راه حنايا تنشكلوا نقطه سوداء. يعني انا ما تلومهمش، انا ما تلومش، ما تلوم السلطات، يعني عندهم الحق. كانت يعني كان الجهه اللي غادي تدير مقراجه، خدم مقراجه، خدم مقراجه، والقهوه ما غيبقى يبيع ميشان. نعم باش نكونوا منطقيين، غير هي كما تيقول المثال الناس الاولين، لا بغيتي تضرب الكلب راعي المولاه. المهم اللهم لك الحمد، جات كورونا ومشى لي المقراج الاول، مشى لي المقراج الثاني، شقى لي المقراج الثالث، طلع لي الدم. ريحت وبقيت بعد القهوه اللي يديك اللي يخلي دابا، وليت عايشه مع الناس محسنين بحال هكا و... الحمد لله يديروا معنا مزيان واللهم لك الحمد. وتنفكر عاوتاني متى يخرج رمضان، عاوتاني نرجع للقهوه، ومتبع مع مؤسسه محمد السادس ديال السادس ديال اعاده السجناء. نعم يعني دافع الدوسي ديالك هكا، وما داروا معايا والو اختي. من 2014 كتمشي كتسول من 2014 وانا معاهم، ما داروا معايا والو، غير مجرد عناوين عريضة. يعني بغيتي تريبورتور وديبلوماسية وديبلوماسية مديرينها معايا في الحوار ديالهم. باقي ما استفدتي من والو؟ ما استفدت حتى شي حاجة. ونتمناو خير إن شاء الله، إن شاء الله نتمناو خير إن شاء الله وخير في الله سبحانه وتعالى. يعني من ورا رمضان بغيتي ترجع القهوة ديالك؟ إن شاء الله إن شاء الله يا إن شاء الله. كيفاش كطيب هاد القهوة؟ كي كدير ليها؟ الحقيقة شحال من مرة أنا درتها؟ كتكون بنينه بنينه ضروري. واش كتكون ديال العشوبه ولا تتقول لي عطيني قهوه معطره ومعشفه؟ يعني خاصك تعرف طيبها كيفاش طيبها. تندير نص رابعه في 4 لتر ديال الماء باش هذا باش عندك المقاييس. نص رابعه ديال القهوه معطره. واش من قهوه؟ كاينه الكوكياج وكاينه البلاط، هذوما احسن قهوه. ديري كوكياج نص رابعه ديال القهوه معطره ب 10 دراهم، على رابعه ديال السديده ب 3 دراهم، وهي قهوة طيبة بالخديجان وبالزنجبيل وكتكون في ذاك الفاخر، كتكون في ذاك الفاخر، وحتى الكويسات اللي كوبلي يعني كتاخذ ديالك داك الشيء. وكاين اللي انا تنبيع كاسة بدرهم، كاين اللي تعطيني 5 درهم تياخذ الصرف، والله يخلي لي هذيك 5 درهم كاملة ياخذ معايا. فيطار المساعدة، فيطار المساعدة. ايوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يخرج رمضان وترجع الكاسة ديالك ونشوف بشرى. بشرى شنو كنتي كديري؟ كنت كندير هنا كنتي كديري في مقهى؟ كنت في مقهى، من جات كورونا سدوا المقاهي، يعني صافي تأزمت. ومن حلو ما حاولتيش ترجعي؟ من حلو ولا كيقول لك طالبين وحده، يعني ما كتلقايش، يعني هذه الازمه ديال كورونا هي اللي حبست علينا بزاف تاع الحوايج. نعم. ما كنت كنشتغل ديما في المقاهي. ما رزقكمش الله باقي الوليدات؟ باقي ان شاء الله نتمنى. والله عام 17 يلاه تزوجي ما جا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى وخير، خاصه نحيدوا بعدا من الوضع ما يمكنش غادي تكون. اكيد اكيد تحيدوا بعدا من الوضع عاد الواقع، ولكن خصو يكون واعي وقاري. نعم. يعني هذا الوضع ما كتسمحش ليا بالولاد. برافو عليك ملي كتفكري بهذه الطريقه. برافو عليك. يعني صراحه دابا حنا كنفطروا في الزنقه، يعني والمشاهدين دابا معنا، والله كنحس حنا كنفطروا في دار. يعني ما حسيتش معاكم انني زعما راه كاين الشارع ولا نتوما في وضعيه شارع. حسينا بواحد القناعه عندكم لداخل، يعني شي حوايج زوينين كيخليك كتحس بحال انت دابا. سي سعاد اللي يخليك تحس، اللي يخليك تحس بانك راك في الشارع. ابننا مكيراه في دارو وسد عليه وما حاش بالقناعه والسعاده، حيت ما عندوش ايمان. نعم. ما الزنقه ماشي مشكل، الايمان هو كلشي. الزنقه عاديه، كاين شي واحد شويه البيض شويه الليالي ضغوطات، هذا ديز شويه ماشي هو هذاك، هذا قالك ما، ولكن خاصك تعرف كيفاش تسيس مع الدنيا ومع الحياه. والزنقه والله الا عايشين حنا بخير وعلى خير الحمد لله. واخا حتى ماكرهناش لكم ان شاء الله المحسنين، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ما كناش محسنين راه يجيو لهاد البلاصه، راه 7 شهور وهما فيها، راه معروفين احنا منين جايين عندكم، يعني غير سولنا راه كلشي عارفين فين كاينين. بشرى كيفاش كديري في التصبين ديالك؟ حنا كنعرفوا كاين شي حوايج خاصه ديال الانسان،
يعني تما فاش غيحس ربما بشويه ديال التكرفس. المساله ديال الصابون انا اللي غادي نجاوبك عليها ربما اختي سؤال. كيفاش كطيب كتصبن انت؟ لا حزمه حيت انا ما تنصبنش. ما زعما انا بقيت واحد الشهوره في المصبانه كلشي فيها كتحاميه. كلشي في المصبانه. وعلاش المصبانه ماشي حنا معاكيز على الصابون باش ما نصبنوش. باش المصبانه واخدينها حنا كماليو تنخزنوا فيه لاموا تنخزنوا فيه الحوايج ديالنا. ما بين الصابون، الصابون نصبنو غير في الطواليت ديال القيصرية حاشاك ولا هادي ولا بوليزة ديال الموس طيب. يعني كلشي حويجاتكم كيمشيو مصبعنا. تنديهم المصبانة يعني تتزاد علينا التكلفة المالية وتتزاد علينا الفلوس. تنولي ولا كنت غادي نبدل مرة في يومين ولا في ثلاث أيام تنولي ما نبدل على 10 أيام. نعم، واخا وكنعرفوا دابا الحمام يعني فقد ما قبل مازال دابا الحمامات الحمد لله، الوقت اللي ما كانوش الحمامات كيفاش كان الدوش كيفاش كان؟ يعني كان الماء بارد في حدا جامع الفردوس. كيوسكات كتمشي تعوم داك البرد تصبر بالماء البارد ضل بالماء البارد الماء البارد لا كتمشي لحقاش ما كانوش دابا الحمامات الحمد لله كاينين ما كانش الحمام واحد المده طويله اللي ماشي قصيره كيوسكات ساري الانسان غيبغي يدوش غيبغي يعوم راه طابيق لا مول كيوسكات وحده واحد الطواليت حاشاك طواليت مقيه نعم قابلنا طواليت ديال درهم مقابلها واحد المرة هادي وتندخل للطواليت على اساس انني غنستعمل نقضي حاجه وتندوش بالزربه خزنه ماشي تندوز مباح تندوش خزنه يمكن كتحيد داك العربه داك الماء بشويه بشويه باش ما يبقاش يدير الماء ديك تخ 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 وعارفوا لي راني تنعوم تما وبشره كذلك حتى هي كذلك في الحاله كذلك الماء البارد الصابون المهم الماء بارد وخزنه باش تصلي المشكلة ماشي الماء بارد ضروري عرفتي الماء بارد وديك خزنة وخاصك كون الماء بارد نكبو عليا في ساعة لا كتكبي بشوية غادي عرفتي مع بشوية لحد تنكبو بشوية وتتجدلي لك تواريشة وعرفتي مي داز تاد الليل داز تقاس حنا كنتمشاو بحال العسكر باش نسخنو والله إلا تنوضو بالليل أقسم لك بالليل على العالم تتقول لي راه جاني البرد تنقول لها أنا جاني البرد أش غادي ندير تنقول عرفت أش غادي وأنا مع مدوز لارمي مدوز كدا عارف هادشي تقول عاش غادي تقول انت تمشى هي تبقى تمشي من هي عادي غير واحد لي سباس يعني باش الدوره الدمويه ديالها الدوره الدمويه الدوره وانا تنبدا ندير في الكلاكسيون باش تسخنوا لا حول ولا قوه اللهم لك الحمد والشكر يعني راه ماشي سهله ومن عند الله سبحانه وتعالى الله تنزل واحد الحراره واحد السكينه واحد الطمأنينه سبحانه وتعالى تنسخنوا صافي وتجي وندم تنقرا انا وياه ونجبد لها شي لعيبه ولا نجبد لها هذه وصافي ونبقاو شادين وانا الهدف ديالي والغرض ديالي ماشي باغي نجبد ليها باش نسيها في البرد مسكين تنحاول يعني شي نقاش خلطه ولا غير مضاربه هكا باش نسيها انا فيها غنسيها هذيك تبقى بالك ساكته وتقبقب بالبرد غنسيها نخلق ليها شي موضوع شي حاجه شي هذه باش نسيها باش والله يخليكم لبعضياتكم انت كتنعس هنا والاخت كتنعس وهي كتنعس لي دابا هادي بلاصتك انت هادي بلاصتي انا وبلاصتها هي راه هي ملي تجي هاد ما تجي عندي تخشي معايا هنايا وتحيد عليا المنطه مسكينه وتتشفل لي الماكله بالليل ملي ما كانش غندير ملي تنحس تنقول لها الاعترافات كتشفر يا بوطه تنقول لها بوطه شدي تقول لي لا تقول لي لا بغيت نغطيك عزيز عليا الماكله كاع شيفك محبه تغطيني مع الصباح لا بغيتي ما تغطيني من غد خلي لي عليك خليني عليين وتنفيق تنبقى حبو تبن حبو تبن ها ضربي لي حبو تبن خليها تحجك ولي شافها بليده ولي كدا يقول هذه ما تاكلش ونادي الماكله اش دير ليها وتقول لها بوصاب واش شدي تقول لي لا بغيت نغطي تقول لك اختي ما تغطيني ما نغطي تنقول لها مسافة الأمان مسافة الأمان راه بلاصتك سيري ليها إلا هما عاطين متر ولا متر ونص تنقول لها خنا 7 متر مسافة الأمان الله يرحم والدي والله ندعيك لقضية الأسرة ياك بوخرة الميزانية كضربيها الله يخلي لك صحيحتك بارك الله فيك لا طولي عمرك الحمد لله بصح هادشي اللي كيقول كديري شوية دارو شوية ديال الخطأ هاد الشهر الماكلة ولكن الفلوس تعطيهم ليا كاملة اللي تصوت تعطيها ليا كاملة إيه وداكشي باش تاخذ من عندك الماكلة اللي كتصور كتعطيها لي حيت عارفة هي لا مرا بحالي بحالها تجي منا لا لا خطأ حيت عارفة لي فلوس أنا ما غادي نبدلها ما نضيعهم ما والو عارفهم غادي يرجعوا ليها غاية أنا بحال البنكة ديالها فهمتي أنا عاقلة عاقلة بهاد القالب ديالك ديراني بحال شي بنك كنخزن لك الفلوس ونجيب الماكله ونقول لها شي كلشي ديالنا الحمد لله كل ما كاين الثقه بعضياتنا كلشي ديالنا كلشي كنخسروا على راسنا بوش راه كتقاد الهضره دابا غادي نضع انا دابا ما غنمشي من هنا وانا عندي كحال كحال ديالي
الحمد لله الله يخليكم يا ربي. والله صراحة ضحكنا من قلبنا يعني كيف قلتها راه نقولها ونعاودها راه كنحس كأنني كنفطر في بيت ما كنحش راسي انني فاطرة دابا في الزنقة يعني خديت راحتي معاهم نكريو ان شاء الله نجي عندنا نجيو اخ لا ضروري ان شاء الله نتمناو يا ربي المحسنين شو واحد الفال قالوا زوين يعني عنده الامل انه غيكري نتمنى يا ربي المحسنين شفتوا الروح الطيبه ديالهم شفتوا الروح الفكاهه اللي فيهم الصدق اللي فيهم كيفاش هو والمراه ديالو يعني عايشينها هما في الزنقه وكتشوف واحد الحب يعني كنتمنى انا كما سعدت وانا معاهم كنتمنى اي واحد يجي لهاد البلاصه يجلس معاهم والله القسم حتى كيحس بواحد الراحه كنحس بانني ما جاياش البرنامج ما جاياش البرنامج ما جاياش عند ناس محتاجين فعلا ماديا ومحتاجين بزاف ديال الحوايج بقوه ما ضحكوا هذا يعني سبحان الله العظيم والله دروس ناخذوا عندهم هضروا على الحب هضروا على السعاده هضروا على بزاف ديال الحوايج اللي ربما بيوت اللي مفتوحه كبيره وفيها الخير ماشي عايش فيها هذا الشيء وعايشين في دار غرباء وعايشين يعني الشك بين الزوجين وبزاف ديال المشاكل ها هما مترو في الزنقة ولكن واحد الألفة بيناتهم زعما سبحان الله العظيم زوينة بزاف وانا كنتمنى كل شيء يجي باش يحس بهذا الشيء اللي حسيت به انا هنايا في هذا المكان الرقم ديالهم مشاهدينا كنتمنى يا ربي يا ربي هو قال واحد الكلمة قال لك نكريو يجي عندنا نتمنى يا ربي عنده امل كبير في هذا النداء عنده كم امل كبير في هذا الفيديو اللي دار اليوم على اساس انه يكون عنده غير بويات يخلصوا للمحسنين شهر او لا شهرين او لا ثلاث شهور غير يستقروا في واحد المنزل ومن بعدها هو قال لك يخرج رمضان غنرجع للمجامر ديالي والمقراج ونبيع قهيوة والحمد لله غنصور المصروف ديالي يا ربي وحنا في ليلة 15 في ليلة العواشر الله يدخلها علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي ما تخيبوش الرجاء ديال عصام اللي قالها بفمو قال لك يعني بغى يكري بيت وبغى لي يساعده يمد لي غير المساعده انا باغي نعيش غير بكلام وقناعة والله يجعل البركه ما باغيتش شي حاجه كثيره من عند الله حنا ميت جايز زاد انسان هادشي اللي وليت الوفطار ديال التوبيان ملي تيموت كدايكم ميت الفطار ديال التوبيان وتدفنوا تدوا معنا الاعمال ديالنا انا باغي نعيش بويس على قد الحال بكلام وقافي نصب حويجاتي انا وماتي وفين نعوم وفين ندوش نتمنى الخير باذن الله تعالى الرقم فشرة 06 98 34 82 عاوديه واحد الصوت مرتفع باش يوصل لان الكاميرا الميكرو مع الكاميرا ولكن البورتابل 06 90 38 74 82 يا رب نتمنوا الكل يتصل بهم ما عندهمش الواتساب ما عندهمش عندهم بورتابل عادي فينا هو بورتابل تليفون عادي نتمنوا الجاليه المغربيه مشكورين من برشوف تيفي مشكورين للدعم ديالهم للحالات الخاصه كذلك الناس المحسنين داخل ارض الوطن يا رب يتصلوا بهم هو التليفون اللي عندهم يعني بورتابل عادي نتمنوا الناس ديال الجاليه اللي كيعاونوا يتصلوا بهم مكالمه عاديه ويعاونوهم في هاد العواشر بغينا ان شاء الله باذن الله تعالى نجيو عندهم ونلقاوهم استقروا في واحد البيت ولو غير صغير على قدهم المهم غيكون حسن من الزنقه حسن من الشارع سيد عاش فتره طويله في وضعيه الشارع السيده خلات يعني ضحات بالعائله ديالها وامنت بالحب معاه وامنت بزاف د الحوايج واقتنعات به وتجمعوا شملهم وتزوجوا هادي عام وسبع شهور نتمنى ربي يكمل عليهم نتمنى يديروا بيتهم ويديروا الذريه الصالحه ديالهم علاش لا نتمنوا ليهم الخير يا ربي وهادشي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم المحسنين القلوب الرحيمه تصلوا بهم وتساندوهم وفعلا يعني انا ما كرهش كلشي يتصل بهم لان غيلقاو فيهم واحد الروح اللي طيبه بزاف ما نطولش بزاف راني طولت نعطي الخاتم لا طولت بس كنهضرنا وخليتكم كلمه اخيره وكنشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد واجره لله وهذا شهر الغفر عصام الله يلاقينا في الجنه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى وانا والله القاسم ما سخيتش بكم انا راه غنختم ولكن غنبقى معاكم واحد المده عاد غادي نمشي عجبتني البركه وشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم دمتم في امان الله الى اللقاء